على بعد 80 كيلومترا جنوب غربي الموصل تقع مدينة الحضر الأثرية، معلم سياحي خرج بأقل الخسائر من سطوة الإرهاب، لكنه ما زال إلى اليوم يحتاج إلى الكثير من الاهتمام والدعم المادي والإعلامي. تتمتع الموصل ونينوى بشكل خاص أنه تقوم على ربع آثار الآثار في العراق، يعني من مجموع 12,000 أو 15,000 على الأقل 5,000 موقع أثري في نينوى وفي حدود الموصل. ما تم استكشافه قليل إذا ما قورنا بالموجود تحت بطون التلال الأثرية، لكن الحمد لله احنا اليوم في آثار الحضر سلمت منها 90%، سلمت منها 10% أو أقل من 10 بعض التشويه الذي حصل على التماثيل وعلى الجدران وعلى الهياكل وعلى النصب الموجودة في هذه المدينة. نظم فريق تراث الموصل رحلة سياحية إلى هذا الموقع بهدف التعريف بالحضارة والتراث الموصلي. طلبة دراسات، متخصصون وأكاديميون وباحثون انطلقوا ضمن هذه القافلة التي زارت الموقع واطلعت عليه. اليوم نقوم كمشروع تراث الموصل بجولة إلى مدينة الحضر الأثرية برفقة جروب مكون من 40 شخص، أيضا موجود معنا من خارج مدينة الموصل أشخاص وأيضا من خارج العراق سياح أجانب. اليوم نعمل كمشروع لإحياء السياحة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى برفقة مجموعة من الشباب أيضا الذين يعملون على هذا النشاط. والله المعالم جميلة جدا، يعني صرح معماري كبير جدا، ورأسا يعني تمتعت يعني بالأجواء هنا، بس أتمنى أنه بالمستقبل يكون إشارات توضيحية، معلومات توضيحية أكثر، حتى نشوف يعني المناطق والناس يعني تقدر تجي وتتعلم عن المنطقة. المطالبات جاءت من أجل إيلاء المواقع الأثرية في نينوى اهتماما خاصا، فهي تضم بباطنها حضارات متعاقبة أثرت العالم بالعلوم والثقافة والأدب والفن، لكنها لا تزال إلى اليوم درة تغمرها الرمال ويعلوها الإهمال الحكومي. نحن الآن في مملكة عمرها يقارب 2000 سنة، من المواقع المهمة جدا في مدينة في محافظة نينوى. للأسف يعني مبدئيا شفنا بأن الموقع نوعا ما مهمل، يعني يحتاج إلى الكثير من الترتيب ويحتاج إلى نقاط دلالة ويحتاج إلى أشخاص ممكن أن يعرفون بالموقع بتفاصيله. من قضاء الحضر جنوب غربي الموصل، محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.